تسجل وزارة التربية العراقية بين الحين والآخر تسجل حالات تجاوز بعض الطلبة على الكوادر التعليمية، أما من خلالهم أو بالتعاون مع ذويهم وعشائرهم ولأسباب مختلفة. ولكن ما تم رصده مؤخرا في بغداد وتحديدا في إحدى المراكز الامتحانية في منطقة الشعلة تحديدا كان مؤشرا خطيرا مقلقا. فبعد أن أنهى طالب في الصف السادس الابتدائي امتحانه، خرج من القاعة الامتحانية، ذهب إلى منزله، ثم عاد إلى المدرسة ومعه هذه القامة كما تشاهدون. وقف الطالب حاملا بيده القامة، وقف بباب المركز الامتحاني مهددا المعلمين والمراقبين حتى تدخلت الشرطة في الوقت المناسب وأنهت الموقف. طبعا لم يتم تسجيل أي حالة اعتداء فعلي نتيجة حمل الطالب لتلك القامة ووقوفه أمام مبنى المركز الامتحاني. لنشاهد ما الذي قالته هذه المعلمة وهي تعلق على هذا الحادث وهذه الحالة، وهي تضحك تتهكم انطلاقا من مقولة الشر البلية ما يضحك. طبعا احنا هسه مركز شديد سير جمعة القريتي الشعلة ومركز امتحاني، واحد التلاميذ امتحانه طلع راح بدي جاب قامه واجى بالباب، فمن اخذها الشرطي راح الولد فما نعرف ليش راح جاب القامه ووقف لنا بالباب، وهاي القامه. حياة المعلمين في خطر. يعني ما نعرف شنو وراء هذا التلميذ راح. نطالب بحماية المعلم وتفعيل قانون الحماية. المعلمون طالبوا بضرورة تفعيل قانون حماية المعلمين بعد تصاعد حالات الاعتداء المتكررة التي يتعرضون لها بين الحين والآخر. طبعا يضمن قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، يضمن حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز أيضا جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، وكذلك رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. في حين ظهرت هذه المعلمة في مقطع الفيديو وهي تشرح الموضوع ببساطة. أما تعليقات وردود الأفعال حول هذه الحكاية وقصة الطالب الذي طالب الابتدائي الذي حمل هذه القامة التي لوح بها وهو يقف أمام المدرسة بعد خروجه من القاعة الامتحانية أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات. كانت هذه التعليقات نبدأها مع مازن الكناني، يقول في تعليقه: الأطباء لديهم مخصصات خطورة، ووزارة التربية التي تعاني ما تعاني ليس لديهم أي خطورة، يجب على نقابة المعلمين أخذ هذه الحالات، وكذلك تعرض الكثير من الكادر التربوي لأمراض عديدة لعدم معرفة الطلبة المصابين بأمراض ومخالطتهم للمعلمين والمدرسين، لذلك واجب تخصيص مخصصات خطورة. أحمد يقول في تعليقه: استهتار، شنو هذا، طالب لو عصابتي المفروض يدزون على أهله وينسجن وفق القانون وخليه يكون عبرة الغيرة، جيل ما متربي. تعليق من إيلاف الجميلي تقول: بتعاملكم أنتم، تقصد المعلمين يعني الكوادر التدريسية والتعليمية، تقول بتعاملكم أنتم خليتوا الطلاب هيجي تسوي، وهو طفل غلطان، صح غلطان، بس المدرس اللي يضرب الطالب ويكتله خلاص، وثاني شي حاطهم ويحلق شعرهم بالمعهد، وناس تنشروا الصور، شو تريدون يعني الطالب أو الطفل يسوي؟ يعني أنتوا اللي خليتوهم يتفرعنون. تعليق من وسن الشيخ تقول: أنتوا اللي اختاريتوا هالشي. ونرجع ونقول: لو بس منصفك الياهو اللي يجي كان ما وصل حالنا لهذا. الكل يعتقد أنه إحنا اتطورنا وشفنا أمور واطلعنا على أمور وعتنا ووصلنا لمرحلة من الرقي، بس إحنا لا، بالعكس وصلنا مرحلة من الهمجية والتخلف والطغاوة والفساد. وللأسف أكثر بلد شان ما حد يقدر
يتجرأ يجيب طاري هسه أكثر بلد أقل قيمة. تعليق آخر من لميس تقول معقولة؟ معقولة لهيش درجة وصلوا الطلاب؟ ما أصدق. بعدين عندنا مفتشين بباب المدرسة حراس ويفتشون، ماكو هيش حكي. صح أكو طلاب وقحين يشلعون القلب بس ما يشيلون قامات بمناطقنا أبد، بعد لويش رابطيها بالمدارس؟ تعليق من نور المصطفى تقول الطفل يقلد إذا مو أهله فأصدقاء، وإذا مو أصدقاء احتمال يقلد أفلام مسلسلات محمد رمضان. يعني دوركم كتربويين لازم تحترمون الطالب حتى تكونون مثل مثل أعلى إله ويقلدكم.